ضربة إسرائيلية تستهدف مواقع لأذرع إيران في قلب دمشق والضاحية، وطهران تتوعد بالرد. إصابة أمريكيين بهجوم استهدف قاعدة عين الأسد بأكثر من 20 صاروخاً، وبغداد مصممة على إنهاء الوجود الأجنبي. ضربة أمريكية جديدة تستهدف صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت معدة لاستهداف خليج عدن. السلطة الفلسطينية تدعو واشنطن للاعتراف بدولة فلسطين، ونتنياهو يرفض رؤية بايدن لحل الدولتين. في النشرة أيضا، السودان يعلن رسميا تجميد عضويته في الإيجاد، ويتهمها بتهميشه وتعدي صلاحيتها. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى هاتين الساعتين الإخباريتين من الحدث، أقدمهما لكم بصير شتية. بينما تتصاعد الدعوات إلى ضرورة منع توسيع دائرة الصراع، صعدت إسرائيل من حملتها ضد أذرع إيران في سوريا ولبنان، ووجهت ضربة كبيرة طالت 5 من قادة الحرس الثوري الإيراني في دمشق، بينهم قائد استخبارات فيلق القدس ونائبه. وبعد ساعات قليلة وجهت إسرائيل ضربة أخرى في الجنوب اللبناني، قتلت 4 عناصر من حزب الله. وفي رد إيراني على لسان الرئيس إبراهيم رئيسي بأن الضربة لن تمر دون رد. مصادر خاصة للحدث قالت إن الغارة استهدفت اجتماعا بدمشق لبحث نقل الأسلحة برا وليس عبر المطارات من إيران إلى سوريا. المصادر كشفت أن أحد قتلى حزب الله بالموقع المستهدف هو مسؤول عن نقل أسلحة من إيران برا، ومن بين القتلى بالهجوم أيضا الحاج يونس من حزب الله. صحيفة واشنطن بوست أكدت أن مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا حجة الله إمدوار الذي قتل بالغارة الإسرائيلية على دمشق هو العقل المدبر للهجمات ضد القوات الأمريكية. وكانت الصحيفة قد ذكرت في تقارير سابقة أن المسؤول الإيراني ساعد بتصنيع الأسلحة وتقديم المشورة حول استخدامها لاستهداف القوات الأمريكية، كما ساعد بتحديد أنواع المركبات والمدرعات الأمريكية المستهدفة في سوريا. أصابع الاتهام وجهتها طهران إلى تل أبيب، إذ دان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 5 من القادة العسكريين الإيرانيين في الحرس الثوري بمنطقة المز في العاصمة السورية دمشق، متوعدا بأنها لن تمر بدون رد. وأضاف رئيسي في تصريحاته أن الضربة الإسرائيلية في سوريا تمت بدعم أمريكي. هذا الدمار ليس في غزة بل في قلب العاصمة السورية دمشق. المنفذ ليس إلا الطائرة الحربية الإسرائيلية، والهدف مبنى سكني مكون من 4 طوابق قرب سفارتي إيران ولبنان بحي المزة.
ضمن قتل الهجوم قائد فيلق القدس في سوريا يوسف أميد زاده الشهير بالحاج صادق مع نائبه. العملية تبرز بشكل واضح بدء إسرائيل في تنفيذ سياسة الاغتيالات في المنطقة. الوقائع تقول إن العملية ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها عمليات أخرى أبرزها اغتيال نائب رئيس حركة حماس وقائدها في الضفة الغربية صالح العاروري من خلال استهداف طائرة مسيرة لمكاتب الحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. قبل ذلك وفي 25 من ديسمبر الماضي اغتالت إسرائيل السيد رضا موسوي وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني يعمل بسوريا خلال قصف إسرائيلي طال منطقة السيدة زينب قرب دمشق. التطورات تشير إلى أن سياسة إسرائيل تتجه نحو اغتيال الرؤوس الكبيرة في الحرس الثوري والجماعات الموالية لطهران في المنطقة. بلال البجديني، الحدث. تزامناً مع الضربة الإسرائيلية التي طالت أذرع إيران في قلب دمشق، واصلت إسرائيل حرب الاغتيالات في الجنوب اللبناني، حيث استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة بالقرب من مدينة صور الساحلية جنوبية لبنان، وتحديداً على طريق بلدة البازورية، أي مسقط رأس قائد ميليشيا حزب الله. وأدت الغارة إلى مقتل 4 أشخاص، بينهم القيادي في حزب الله علي محمد حدرج. لمناقشة التصعيد الإسرائيلي والإيراني في المنطقة ينضم إلينا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف، ومن بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي حنا صالح، ومن واشنطن الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حسن هاشميان، وأيضا ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل، ومن واشنطن أيضا حنين غدار كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. مرحبا بكم ضيوفي، وأرحب بكم كل الترحيب على شاشة الحدث. اسمحوا لي أن أبدأ من سوريا مع الأستاذ غسان. ما الذي تريده إسرائيل من سوريا؟ تحياتي لك أستاذ نصير ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. أهلا بك. طبعا يعني الحرب هي مفتوحة بين سوريا وإسرائيل، يعني ليس من اليوم، وإنما يعني منذ احتلال الجولان السوري المحتل، ورغم المحاولات الكثيرة لأن يكون هناك اتفاق سلام، إلا أن إسرائيل كانت تنكس في هذه الاتفاقيات سواء بعد مؤتمر مدريد للسلام أو حتى في عهد الرئيس بيل كلينتون، أو حتى يعني عندما حاولت تركيا أن ترعى مفاوضات بيننا وبين إسرائيل في عام 2008.
في 2013 بدأت إسرائيل بضربات فيها على الأراضي السورية، وبدأت أيضا بدعم المجموعات الإرهابية في الجنوب، وحتى أننا شاهدنا يعني أن مقاتلين يعني أخذوا إلى مشافي إسرائيلية، وكان نتنياهو رئيس الحكومة الحالية الإسرائيلية قد ذهب إلى إعادة هؤلاء في المشافي والتسليم عليهم والشد على يديهم. ولذلك سوريا تعتبر يعني تقصد أن من الحرب بينها بالمقاتلين وبين بالجنوب أستاذ غسان؟ مقاتلين يعني ينتمون لمجموعات لجبهة النصرة ولداعش، وكانوا يتلقون الدعم اللوجستي والسلاح وحتى الاستشفاء وكل ذلك، وحتى الأغذية والأدوية من إسرائيل. ولذلك تعتبر سوريا أن إسرائيل تشن هذه الحرب عليها، وهي يعني تحالفت مع إيران مضطرة، لأنها يعني كانت في خضم حرب كبيرة شنت عليها، أدخل حوالي 140 ألف مقاتل، أقيمت غرفة الموك في الأردن لدعم المجموعات المسلحة، وغرفة الموم في تركيا، وكان هناك حوالي 80 دولة تدعم هذه المجموعات. حتى التحالف الدولي أستاذ نصير عندما شكل ليحارب داعش، اليوم أين أصبح داعش؟ اليوم يدور يعني أصبح الذين كانوا يقاتلون في داعش إما ذهبوا إلى ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية أو الجيش الوطني أو ما يسمى جيش سوريا الحرة، الذي يأخذ مقاعد مكانا له، يعني حوالي 30 ألف مقاتل. حتى هناك أنباء بأن يعني ما يسمى جيش سوريا الحرة اليوم يعني هو يقوم بمحادثات مع الأردن عبر واشنطن لأن يكون هو السياج ما بين يعني سأتحدث معك الحدود بالتفصيل السورية حول والقدس. يعني التصعيد والسيناريوهات المقبلة لربما. دعوني أرحب مجددا بالأستاذ حنا صالح من بيروت. أستاذ حنا مرحبا بك. يعني اليوم كان هنالك اغتيال، ووفقا للمراقبين بدأت سلسلة الاغتيالات الدقيقة ومستمرة في لبنان. ما السيناريوهات المقبلة؟ مساء الخير لك ولكل الزملاء المشاركين بيك. والمشاهدين. أظن أن المرحلة الثالثة من حرب التوحش الصهيوني انتقلت إلى العمليات الجراحية القاتلة. لم تبدأ الاغتيالات اليوم، منذ شهر ديسمبر بدأت الاغتيالات، وهي تدل بوضوح على اختراقات استخبارية، على انكشاف كبير لكل التنظيمات بين مزدوجين تنظيمات الممانعة أطراف فيلق القدس، الميليشيات في لبنان وفي سوريا، الجيش السوري، الحرس الثوري، حزب الله. الاختراقات على الأرض والجو تستبيحه إسرائيل بالكامل. هناك عمليات قاتلة طالت مجموعة من قيادات مجموعة وحدة الرضوان في حزب الله قبل اغتيال العروري، هناك رضا الموسوي، هناك اليوم الحاج الصادق علي حدرج، وأيضا هناك القائد الميداني لحزب الله الذي استهدف بعبوة ناسفة وليس من الجو، أقصد الحاج جواد الطويل. عملية اليوم في جنوب لبنان تمت على بعد نحو 30 كيلومتر من الحدود اللبنانية. هناك سقوط لكل الخطوط الحمر، وهناك استباحة وحرب اغتيالات واسعة. بدون شك هناك حرب إسرائيلية إيرانية تدور على الأراضي السورية، ولا أظن أن النظام السوري اليوم كان على الخط، كان يتحدث عن سقوط مدنيين عندما كانت طهران قد أعلنت قبل وقت عن استهداف مقر لها وسقوط عدد كبير من المستشارين من القادة العسكريين الرئيسيين في فيلق القدس. نحن أمام مرحلة جديدة بالكامل من هذه الحرب التي بدأت، وقد نشهد المزيد من عمليات الاغتيال، من عمليات الملاحقة، من عمليات القتل. إذن أنت تقول بمعنى أو بآخر أن الوضع يتصاعد ويتطور. وهنا أيضا الصورة على ما يبدو في بغداد أستاذ فلاح. توافق الدكتور حنا بأن الأمر بات على شفير الهاوية كما يقولون في العراق، نتيجة هذا التصعيد الإيراني المستمر في المنطقة وأذرعها طبعا بالطبع لحد الآن؟
نعم، شكرا لك أستاذ نصير، وتحية أهلا بك لجميع ضيوف الكرام. أقول حقيقة الوضع في العراق وضع له خصوصية ربما تكون مختلفة عما يحدث في سوريا وفي لبنان. ما يحدث في العراق أن الفصائل المسلحة العراقية تقوم بضرب قواعد عراقية فيها تواجد لمستشارين أمريكان، واليوم الأضرار حقيقة تحملها اللواء 29 من الجيش العراقي على نحو كبير حقيقة، ولم يصب من الأمريكان سوى شخص أو شخصين بجروح يعني، أما الخسائر الأكبر فتلقاها الجانب العراقي، كما حصل قبل أسبوع من الآن بقصف دار سكنية لمواطن عراقي كردي اتهم بيته أو الفيلا مالته، اتهمت أنها مقر للموساد، وحقيقة التحقيقات الأولية كشفت عن أنه دار سكن لمواطن يعني ما إلى علاقة بالسوء، أنه رجل أعمال ورجل تاجر صحيح على مستوى عالي. لكن أستاذ فلاح هذا يعني الموضوع يعني، يعني العراق سنتحدث عنه مطولا يعني في الشق الآخر من هذه هذا الحوار، لكن ما يحدث من يعني من حول العراق يعني سوريا تحديدا ما مدى تأثير ذلك مباشرة؟ نعم بالضبط، هو تأثير مباشر يعني. اليوم ما حصل في دمشق وجد صدى أو ردود فعله بضرب قاعدة عين الأسد بأكثر من 20 صاروخ أرض أرض. نعم. وهذا الموضوع مترابط حقيقة يعني، كما تترابط هي ساحات الفصائل الولائية التابعة لإيران تأتي الضربات بالمقابل. لكن تحدثت عن خصوصية الحال لأنه العراق حقيقة يعني داعم قضية غزة وقدم ما يمكن أن يقدم غزة، وبالتالي هذه فصائل عراقية ينبغي أن تفكر بمصلحة العراق. نحن لسنا طرف بحرب مباشرة الآن مع إسرائيل يعني، كما هو الحال في دمشق أو في بيروت في لبنان عفوا. لهذا حقيقة أنا حينما أتحدث عن هذا الموضوع لا يمكن أن أفصل ما يحصل في العراق عما صحيح. يحدث في لبنان. ربما هم يجدون في الساحة العراقية فضاء مفتوح لهم أكثر من 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 بقية الأماكن يعني، سواء في العراق أو في اليمن يعني من خلال نشاط الحوثي. لهذا أنا أعتقد حقيقة العراق سيكون هو الآخر ضحية وسيكون ساحة مفتوحة. هذا ما حذرت منه الأمم المتحدة يعني نتيجة يعني ما الضربات أو الملاكمة المتوازنة ما بين صحيح. ما بين أمريكا وإيران. دكتور حسن مرحبا بك معنا ورحب بك مجددا. هل دكتور حسن نحن مقبلون يعني بعد التصعيد الذي حصل اليوم تحديدا والتراكمات الأخرى، لكن التصعيد اليوم كان يعني لدرجة أن الرئيس الإيراني تدخل بهذا الأمر، لكن سوريا تحديدا هل نحن مقبلون على تصعيد أكبر مواجهة أكبر؟ نعم تحياتي لكم وللضيوف الكرام ومشاهدي الحدث. تعرفون أن الضربة التي حصلت في سوريا للنظام الإيراني كانت أكبر ضربة بعد مقتل قاسم سليماني. هذه ضربة ستخلق استحقاقات خاصة للنظام وعليه أن يتحرك ويرد عليه. ولكن الواقع الإيراني هو أن هناك لا توجد مساحات للاستعراض الإيراني. الآن بعدما هناك تلقى صفعة من قبل باكستان وأيضا فضيحة في أربيل كردستان، الآن ليس لدى إيران مساحات للاستعراض وإنما عليه يدخل مباشرة في العمل. هذا العمل طبعا ربما يكون غير مباشر في تصعيد الجبهة اللبنانية خاصة، لأن باقي الجبهات ليس لديها أثر مثلما تكون الجبهة اللبنانية، وأما يدخل مباشرة بتوجيه ضربات صاروخية وخاصة صاروخ خيبر إلى إسرائيل. وأنا أستبعد ذلك أن إيران تلجأ إلى موضوع توجيه صواريخ إلى إسرائيل، ويبقى الخيار الوحيد للنظام الإيراني هو تفعيل والتصعيد في الجبهة اللبنانية. سنشهد هناك حركات أكثر ما شهدناها في السابق. طب أستاذ غسان أعود إليك من دمشق، يعني ما الذي كان يحدث داخل الاجتماع المستهدف يعني،
وأيضا هنالك سؤال آخر يعني يطرح، هنالك نوع من الصمت السوري عما يحدث في الأراضي السورية. يعني هلا ماذا كان يحدث في الاجتماع؟ أعتقد يعني لا أحد يعلم إلا الذين كانوا يجتمعون، وهم يعني أصبحوا كما يقال في عداد الموتى. ولكن أنا أقول لك يعني كان هناك ربما ترتيبات يعني جديدة، مثلا تخطيط جديد، خصوصا يعني أننا سمعنا في الفترة الماضية أن يكون هناك يعني أن روسيا دخلت على الخط لتبريد الجبهة السورية الإسرائيلية. أمس شهدنا انتشار مخافر جديدة على مناطق يعني على الحدود في الجولان السوري المحتل، يعني أصبحت 7 مخافر كانت 5. كان هناك حوامات روسية في السماء يعني في المنطقة التي تفصل ما بين الجولان السوري المحتل والأراضي السورية. وأيضا يعني كان هناك زيارة لرئيس أو قائد قوات الأندوف العاملة في هذه المنطقة، وهي قوات تابعة للأمم المتحدة، والتقى وزير الخارجية. أنا أعتقد يعني بأن الأمور كانت يعني تتجه نحو الهدوء ما بين سوريا وإسرائيل، وربما يعمل على هذا الأمر يعني من روسيا، من الأمم المتحدة، من بعض الأطراف العربية والدولية. ولكن يعني استهداف إسرائيل لهذه الشخصيات الإيرانية في سوريا ربما ضرب هذه المساعة، وربما سيعمل على تسخين الجبهة السورية. وألا يستبعد يعني أن تكون حتى الولايات المتحدة ضالعة في هذه العملية، باعتبار أن يعني واشنطن بوست هي ذكرت بأن العقل المدبر للهجمات التي كانت تستهدف القوات الأمريكية كان موجود في هذا الاجتماع. ولذلك أعتقد بأن اليوم يعني هناك تحالف أمريكي إسرائيلي ودعم لوجستي واستخباراتي لإسرائيل، ربما يعني هذا ساعد إسرائيل للوصول إلى أهدافها هذه التي تعتبر فعلا أهداف ثمينة، والتي تعتبر يعني من الشخصيات البارزة والمستشارين الإيرانيين الذين هم لهم مكانة عالية. ولذلك أعتقد اليوم يعني كما قال الرئيس الإيراني ربما أن تكون الولايات المتحدة ضالعة في هذا الموضوع. ولكن بالنسبة لسوريا، سوريا تعتبر طبعا نفسها معنية، هي يعني متحالفة مع إيران، هي من دعت القوات الإيرانية لأن تأتي إلى سوريا وتساعدها في حربها على الإرهاب. يعني لا يمكن للدولة السورية أن تنأى بنفسها عما يحدث على أراضيها، هي معنية في كل ما يحدث على هذه الأراضي، هي لا تخفي علاقتها مع إيران، هي تجاهر بهذه العلاقة، ويعني تقول بأن هناك اتفاقات استراتيجية وأمنية وعسكرية. تمام، لكن إسرائيل هي انتهكت السيادة السورية أكثر من مرة. هذا صحيح، يعني هذا ضريبة، يعني ليس فقط يعني تنتهك السيادة. أنا قلت لك في يعني المداخلة السابقة بأن إسرائيل هي يعني كانت تعتدي على الأراضي السورية حتى قبل الدخول الإيراني صحيح. إلى الأراضي السورية. وهذا أنا أقول لك الحرب صحيح أنها يعني ليست ساخنة على الحدود أو على جبهة الجولان المحتل، ولكن هي لنقل حرب باردة ساخنة لأنها مستمرة يعني منذ احتلال إسرائيل للأراضي السورية في عام 1967، وحرب تشرين التي يعني استطاعت سوريا مع مصر أن تزيد إسرائيل يعني يوما لن تنسى. واستطاعت حتى تصور يعني يتكلمون اليوم عن دفاعات الجوية السورية في عام 1973 أستاذ نصير، استطاعت سوريا أن تسقط 96 طائرة في يوم واحد. يعني كان هناك دعم من الاتحاد السوفيتي. يعني يمكن القول القول أو بشكل آخر بأن سوريا أصبحت هدفا سهلا لإسرائيل. هدفا سهلا فقط لأوضح هذا الموضوع. كانت الدفاعات الجوية من أقوى الدفاعات الجوية في المنطقة، وكانت أول من استهدف الدفاعات الجوية هي المجموعات الإرهابية وإسرائيل. واستهدفت الدفاعات الجوية السورية بدعم من الولايات المتحدة وبدعم من الأزرع الإرهابية في سوريا، وأضعفت الدفاعات الجوية السورية. وأنا أقول لك يعني حتى الدول الكبيرة التي لديها دفاعات جوية كروسيا مثلا، يعني هل أوكرانيا ضربت ضمن الأراضي الروسية وحتى في موسكو؟ ولذلك يعني روسيا لديها S-300 والS-400، ويمكن أنها فعلت S-500، وأيضا يعني دمرت بطاريات S-300 في أرمينيا وفي أماكن أخرى في ليبيا. ولذلك اليوم يعني عندما يقول أن هناك ضعف، نعم أنا أقول ضعف، لماذا؟ لأن إسرائيل تستخدم أحدث الأسلحة
الأمريكية، أحدث طائرات الأمريكية. وهنا يأتي سؤال مهم للأستاذة حنين، عذرني على المقاطعة أستاذ الكريم. أستاذة حنين مرحبا بك مجددا، أرحب بك يعني كل الترحيب إلى شاشة الحدث. يعني رئيسي قال أن الضربة الأمريكية على الضربة السورية الإسرائيلية على سوريا تمت بدعم أمريكي. هل يعني أمريكا تريد يعني يعني مع كل هذا الذي يحدث في المنطقة، هل تريد أيضا أن تورط نفسها مثلا مع الإيرانيين بشكل أكبر وأكبر خلال الأيام المقبلة؟ بالعكس طبعا. مساء الخير أول شيء لك ولضيوفك. مساء الخير، أهلا بك. أنا بعتقد بالعكس، يعني أمريكا عم بتجرب يعني تحط حدود لهذه الحروب الصغيرة اللي عم بتصير بين لبنان وسوريا والعراق، ويعني من عدا الموضوع الحوثيين يلي بتعتبره أمريكا مباشر تهديد مباشر للاقتصاد العالمي، ومن بالتالي الاقتصاد الأمريكي والناخب الأمريكي مهتم بهذا الموضوع أكثر من أي محل تاني. فباستثناء موضوع الحوثيين، الحروب الصغيرة الأخرى اللي عم بتصير في المنطقة بالعكس أمريكا عم جرب تحط حد لها. يعني من هيك اليوم عم نشوف تحركات دبلوماسية لأماس هاشتاين وغيره بين لبنان مثلا وإسرائيل بخصوص أنه ترسيم الحدود وتطبيق القرار 1701 وغيره، وكل المحاولات الدبلوماسية هي لتوقف هذه الحروب. بس محيلي أستاذة حنين، يعني محاولات دبلوماسية عديدة، ومراقبون قالوا بأن لا نية لأمريكا، يعني أمريكا يعني بين قوسين غير جدية في إنهاء هذه الحروب الصغيرة كما وصفتها. يعني في غير جدية، هدني بالعكس هن بفضلوا توقف الحروب، ولكن المحاولات الدبلوماسية هي غير جدية. النية جدية ولكن المحاولات غير جدية بسبب ضعف هذه المحاولات وعدم جدوى هذه المحاولات. وبالنهاية أي تطبيق لأي قرار اليوم عم تقترحه الإدارة الأمريكية هو قرارات تم إصدارها في السابق بعد 2006 ولم تؤدي إلى أي نتيجة. يعني هي المحاولات غير جدية. بعتقد وصلنا اليوم لمرحلة كتير أساسية بهذه الحرب. اليوم أمريكا بتعرف أنه هذه المحاولات ما رح توصل لنتيجة، تحديداً لأنه إسرائيل ما عندها ضمانات ضد أنه حزب الله ما يكون على حدودها بالمستقبل. غياب هذه الضمانات بتودي أنه اليوم هذه المحاولات الدبلوماسية غير مجدية. صار في اتفاق ضمني، طالما إسرائيل ما بتفتح حرب شاملة بلبنان مثل حرب 2006 وبتكفي بمواضيع يعني استهدافات محددة، اغتيالات، ضربات محدودة وجراحية، يعني أمريكا بتقدر تبلع هذا الشيء، بتقدر تفهم تستوعب هذا الشيء، ولكن تكون هي المسؤولة عن هذا الشيء. بعتقد أمريكا عم تجرب بالعكس يعني تتفادى هذا الموضوع، وإيران كمان عم تتفادى الموضوع. يعني اليوم الحرب بالوكالة بين أمريكا وإيران ما عم تكبر أكثر من هيك، لأنه الطرفين ما بدهم حرب شاملة، ولكن إسرائيل اليوم عم بتزيد اغتيالاتها وعم بتزيد ضربات. وهناك استهداف الآن ونحن نتحدث وإياك كما يظهر على الشاشة، الجيش الإسرائيلي في بيان جديد يقول أنه استهدف بنية تحتية ومنصة إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يستهدف بنية تحتية ومنصة إطلاق تابعة لحزب الله جنوب لبنان. سأعود إليك أستاذة حنين، سنذهب إلى هذه الجولة في الأخبار ونعود إلى ضيوفنا الكرام. إذن بعد استهداف قلب دمشق بضربة إسرائيلية، ردت الميليشيات العراقية الموالية لإيران بهجوم صاروخي، حيث تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية لقصف صاروخي وصف بالأعنف. هذا وأفاد مراسل الحدث بأن القصف تم بنحو 20 صاروخا. وقالت مصادر الحدث أيضا إن الهجوم تم بصواريخ متوسطة المدى للمرة الأولى، فيما قال مسؤول أمريكي أن صواريخ باليستية ضربت قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق. ووفقا لتقارير أولية، تعرض أحد أفراد قوات الأمن العراقية إلى جروح خطيرة، فيما أصيب أمريكيون بجروح طفيفة.
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن الهجمات المستمرة داخل العراق وخارجه تقوض عملية الاستقرار خلال السنوات الماضية. وقالت الممثلة الأممية أن العراق اليوم معرض لخطر الانجرار إلى ما أسمته بالصراع في المنطقة، مضيفة في الوقت ذاته أن الحرب في غزة والأعمال العسكرية في أماكن أخرى تهدد باندلاع مواجهة كبيرة محتملة في المنطقة. قبل ذلك قال الناطق باسم القوات أو باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن حكومة العراق ماضية باتجاه إنهاء الوجود العسكري الأجنبي داخل البلاد. وأشار الناطق العسكري إلى قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي لجدولة انسحاب التحالف من العراق وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكل عام، مؤكدا عدم صحة أنباء تحدثت عن دخول قوات إضافية أجنبية إلى العراق. نعود إلى العراق مع الأستاذ فلاح المشعل. أستاذ فلاح، يعني في الشق الأول تحدثنا عن الرسائل وما الذي تريده إيران والتصعيد إلى أين. السؤال هنا، كيف يمكن للحكومة العراقية أن تردع إيران وتردع الميليشيات والموالين لها من جر العراق إلى صراع أكبر كما تقول الأمم المتحدة؟ نعم، شكرا لك. حقيقة بالتأكيد يعني ما يحصل اليوم هو حقيقة محاولة زج العراق، يعني زج العراق في أتون حرب أو في هذه الجبهات المتعددة اللي تستخدمها إيران للاستنزاف أمريكا حقيقة، أو التواجد الأمريكي في المنطقة. لكن هذا الموضوع حقيقة بالنتيجة يخلق حرج شديد جدا لحكومة السيد السوداني، كذلك للأحزاب الشيعية التي تؤلف اليوم الحكومة، وبالتحديد هي الأحزاب المشتركة بالإطار التنسيقي، لأنها هي مطالبة اليوم يعني أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عن التجربة العراقية وعن العملية السياسية العراقية. اليوم أصبحت الساحات العراقية مفتوحة لهذه المناوشات ولهذا القصف المتبادل ما بين الأطراف الأمريكية والأطراف العراقية التابعة إلى إيران، والضحايا حقيقة بالنتيجة هي ضحايا عراقيين، ونحن نقدم خسائر كثيرة حقيقة في قصف هذه القواعد ربما لا يعلن عنها. وقبل كم يوم كان معاه رئيس أركان جيش، ورئيس أركان جيش يتحدث عن تعرض أجهزة مهمة وفاعلة وقيامها بملايين الدولارات إلى التخريب بسبب هذا النشاط. وهذا النشاط بالدرجة الأولى يضر في العراق، وما حصل حقيقة قبل أيام من قصف أربيل ومن قصف آخر أيضا استهدف مواقع الحشد الشعبي من الطرف الأمريكي، هذه كلها حقيقة تدفع العراق حقيقة لاتخاذ موقف. يعني هل ترى بأن التحالف، خروج التحالف وتمسك التمسك الحكومة العراقية هذا الموضوع؟ نعم أنا نعم، وهذا هل هذا هو الحل؟ اليوم لا تمتلك العراق اليوم لا يمتلك جهوزية كاملة لمواجهة أي اعتداء خارجي، وإذا كان سواء من إيران أو من تركيا أو من أي طرف آخر. لهذا أنا في تقديري أن العراق سيصر على بقاء يعني ما يمثل القوات الأمريكية، لكن السوداني قال أن قواتنا جاهزة والتقارير الرسمية من هناك، قواتنا جاهزة ومستعدة بأن يخرج التحالف. يعني نحن مستعدون أن نحمي أنفسنا وبنفسنا ولا داعي للتحالف. يعني الوقائع تعطي بيانات أخرى يا أستاذ، يعني بصير. أنا أعتقد كان ممكن يصير رد اليوم من قاعدة عين الأسد، وهي قاعدة واسعة جدا وكبيرة جدا، وتضم أيضا قاعدة جوية يعني إضافة إلى القطاعات العسكرية والمدفعية وغير ذلك. ما حصل أيضا في أربيل، أنا أعتقد الجيش العراقي نعم لدينا قوات باسلة ومهمة، لكن تنقصنا الإمكانيات يعني الاستخبارية أو اللوجستية الأخرى، كالطيران، كالرادارات، كعمليات الاستطلاع الجوي، وهذه كلها حقيقة اليوم مرهونة بالتواجد الأمريكي. إذا خرجوا الأمريكان بالنتيجة سينكشف العراق لأبسط قوة ممكن أن تعتدي وأن تدخل وأن تضرب،
ولدينا مثال داعش يعني عام 2014 حينما دخلوا وأسقطوا ثلث البلاد تحت سيطرتهم. فهذا الموضوع حقيقة نحن نتحدث عن وقائع، أما الضغط السياسي الذي يتعرض إليه السيد السوداني يدفعه إلى الحديث عن أن جهوزية كاملة للجيش العراقي وأننا نستطيع أن نحمي أي اعتداء خارجي أو داخلي. قبل 4 أيام من دافوس السيد رئيس الوزراء نفسه تحدث عن هذا اعتداء خطير جدا بعد قصف أربيل، وناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل بوضع حد لهذه الاعتداءات اللي تمارسها إيران ضد العراق. لهذا أنا أعتقد يعني الموضوع أحيانا يتجه إلى الاستهلاك المحلي. اسمح لي على المقاطعة وأسأل هنا الأستاذ حنا صالح، يعني وفقا لما نراه أستاذ حنا، يعني تم يعني الاستهدافات المتواصلة من إيران، أيضا إسرائيل استهدفت دمشق والأراضي اللبنانية، تم هنالك رد سريع من الفصائل العراقية الموالية لإيران على قاعدة عين الأسد، كيف تقرأ ذلك؟ ومن يردع إسرائيل أو إيران على الكف يعني تكف يدها عن لبنان؟ منذ 7 أكتوبر إسرائيل دخلت مرحلة تريد أن توسع الحرب إلى الحد الأقصى. نتنياهو يخوض معركة بقاء في السلطة، يراهن على اتساع الحرب، يراهن على أن تتسع الجبهات وينتظر الظرف المناسب. بالنسبة للبنان هناك قرار إسرائيلي وبحرب واسعة، وأي خطأ مميت قد يدفع إلى هذه الحرب، فالبلد على حرب على صفيح ساخن، وما يدور في الجنوب هو حرب حقيقية. إسرائيل أقامت حزام أمني كبير في الجنوب، دمرت مجموعة قرى، هناك أكثر من غزة في الجنوب، والأسمان التي يدفعها الشعب اللبناني تذهب هباء. أريد أن أقول أن إيران هي الجهة التي فتحت مجموعة من الحروب الصغيرة إلى جانب حرب غزة، الحرب على غزة، من أجل أن يكون لها مكان رئيسي في مرحلة ما بعد الحرب لتقاسم النفوذ. إيران تقاتل بالعراقي والسوري واللبناني والفلسطيني واليمني من أجل مصالحها، وما يجري في هذه المرحلة استهداف إسرائيلي للدور الإيراني الذي يقف وراء هذه العمليات. المسألة مكشوفة، وبرأيي لا قرار إيراني بحرب واسعة، وأكثر لا قدرة إيرانية على حرب واسعة، إنها تعتمد الصبر استراتيجي بالنسبة لإيران، لكنها تحرك أزرعها. ما حصل في العراق، طال الجيش العراقي وقوى الأمن العراقية، الحشد الشعبي بقصفه عين الأسد أصاب العراقيين، والقصف من الأراضي العراقية ماذا فعل بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ ماذا غير من الصورة؟ المشاغلة من لبنان هل خففت من التوحش الذي تمارسه إسرائيل ضد غزة وضد الغزاويين، مع نحو 25,000 قتيل في أكبر إبادة جماعية وأكثر من، يعني ألا يمكن ردعها لإيران وأذرع إيران أستاذ حنا؟ عفوا، ألا يمكن ردع إيران وما تفعله وأذرعها في المنطقة؟ أظن أن اختصار إن سمحت لي، إيران متكئة على قرار أمريكي ضاغط لمنع حرب واسعة، ولذلك دفعت الأطراف الأزرع الإيرانية في المنطقة كي تحسن مواقعها اللاحقة، لكنها لا تريد المخاطرة بحرب واسعة لأن الثمن سيكون أكبر. من يردع إيران هو الخشية على مصالحها، لأنه لا أظن أن الولايات المتحدة ستذهب بعمل عسكري، وإسرائيل بالنسبة لإيران في هذه المرحلة بدون موافقة أمريكية على حرب واسعة ستصعد من عمليات الملاحقة والاغتيال كما شهدنا اليوم.
وبالضبط الاغتيال. اسمح لي أن ننوه بهذا العاجل، هو الأكبر بعد قتل سليماني. نعم، إذن وكالة الأنباء السودانية كما تقول هنالك، يعني وفقا لما تظهر على الشاشة أمامكم مشاهدينا هذه النصوص، الخرطوم وطهران تبحثان سبل استعادة العلاقات وإعادة فتح السفارتين. إذن وكالة السودان للأنباء، الخرطوم وطهران تبحثان سبل استعادة العلاقات وإعادة فتح السفارتين. أعود إلى الدكتور حسن. دكتور حسن، هل فعلا لا رادع لإيران حتى الآن، وأن إيران كما يقول الأستاذ حنا تنوي أخذ مكان رئيسي ونفوذ أكبر ما بعد الحرب؟ هذه هي نوايا إيران الحقيقية، ولكن طبعا هناك ردع الآن أمام إيران. إيران لا تستطيع أن تعمل بحرية كاملة مثل ما كانت تستعمل سابقا في ساحات متعددة، والآن هي مستهدفة في داخل أراضيها، وهناك أزمات تأتي من هنا ومن هناك، تأتي من شرقها إلى غربها. ولذلك لا يمكن أن نصور إيران بالبروباغندا التي تدعي طهران أنها هي على هذا الشكل. إيران دولة جدا ضعيفة، ضعيفة اقتصاديا، ضعيفة على القاعدة الشعبية والجماهيرية، لا أحد يدعم هذه التوجهات الموجودة عند الولي الفقيه في داخل الشارع الإيراني. ربما هناك أكثر من 80 أو 90% من الشعب الإيراني يرفضون هذه التوجهات. ولذلك أنا أعتقد أن عندما نتنياهو يتجه إلى ضرب الإيرانيين وضرب الحرس الثوري أو ضرب رأس الحرس الثوري في سوريا، أعتقد هو يعتقد بأن يدخل في موازنة النظام الإيراني يعرفها جيدا، أن هذه الموازنة بالنهاية تدخل لصالح الشعب الإيراني، والشعب الإيراني يستطيع أن يقف في وجه هذا النظام. هذه الحركة طبعا تعرفون أن نتنياهو ليس نجاحات كبيرة في فلسطين، وهناك متورط وغارق في غزة، ولكن لديه نقاط قوة قوية جدا في سوريا وفي لبنان وحتى في الداخل الإيراني. ولذلك هو يركز على هذه النقاط، وهذه تعتبر ردعا قويا للنظام الإيراني، وهذه باعتقادي خاصة بعدما الآن الحدث الذي رأيناه في سوريا، هذه ستقلق توازنات جديدة تؤثر على مصير الشرق الأوسط ومصير شعوب وبلدان الشرق الأوسط. هذه لديها نتائج وتداعيات جدا كبيرة، وأعتقد أن النظام الإيراني يوم بعد يوم سيضعف في هذه التوازنات. طبعا تحركات الميليشيات العراقية هي تحركات باعتقادي ليس هناك لديها تأثير جدا كبير، حتى في الرؤية الأمريكية ليس لديها تأثير كبير، يعني لا تحل ولا تربط. ولذلك ربما الساحة العراقية هذا السؤال أريد أن أوجهه إلى الأستاذة حنين، ولكن قبل أن أسألك يا أستاذة حنين أود أن أشكر الضيوف في هذه المقابلة من دمشق، الأستاذ غسان يوسف، من بيروت الأستاذ حنا صالح، ومن بغداد الأستاذ فلاح المشعل. يعني جزيل الشكر لحضراتكم على وجودكم معنا على شاشة الحدث، كل التحية لكم على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. أستاذ حنين أرحب بك مجددا، هل تتفقين مع الأستاذ والدكتور حسن بأن هذه الأذرع الإيرانية كما قال لا تحل ولا تربط؟ بمعنى ما أتفق، يعني المشكلة أنه هذه الأذرع الإيرانية خدمت وظيفتها لمرحلة معينة، وقويت إيران بالمنطقة لمرحلة معينة، وقدرت تأخذ قرارات من خلال هذه الأذرع في لبنان وسوريا والعراق واليمن. ولكن في مرحلة تالية دغري قبل 7 أكتوبر بلشت إيران تحس أنه هذه الأذرع بلش مفعولة ينفذ، بمعنى أنه العالم الخارجي يعني عن هذه الدول
والغرب، أمريكا وأوروبا والخليج، السعودية والإمارات والهند، بلشوا عم يفتشوا على طريقة تانية يعني للتواصل، وحتى مع عملية التطبيع وحكي التطبيع مع إسرائيل من خلال الطريق الاقتصادي اللي بيوصل للهند مثلا. وفهمت إيران أنه قدرت تأثر على المنطقة، بس العالم قدر يتفادى هذا التأثير. فهذه الحروب اليوم هي لترجع تفرجي أنه هي إلى دور، وبمحل ما ضعفت قوتها عالميا، أخذ ضعفت قوة إيران، وطبعا هي اقتصادها والعتاد العسكري تبعها وكل هيدا أضعف بكتير من أنه تعمل حرب مع أمريكا. ولهذا السبب إيران عم تتفادى أي حرب مباشرة مع أمريكا، لأنه ما فيها تخسر بكل بساطة يعني بهيدا الحرب، ولا بتحمل. اللي عم بجربوا يعملوا الإيرانية أنه يرجعوا يستنفروا هيدا الأذرع بالمنطقة، ليقولوا أنه نحن بعدنا موجودين على الطاولة وما فيكن تكفوا من دوننا. ولكن حسابات لحد هلأ ما عم تزبط، خاطئة لحد اليوم، لأنه كل هيدي الحروب الصغيرة اللي عم بتصير في المنطقة اللي عم تتنفذها إيران تحديدا لتقول للعالم للمجتمع الدولي أنه نحن بعدنا موجودين، عم ترتد بشكل سلبي على إيران. بمعنى أمريكا يلي هي كانت مفكرة إيران أنه مستحيل ترجع تفوت بحرب بالشرق الأوسط، ضربت الحوثيين. وكمان إسرائيل فتحت حرب، هن كانوا مفكرين أنه إسرائيل حتتلهى بغزة وبموضوع الرهائن، ومستحيل تفتح حرب على أكثر من جبهة لأنه هذا الشيء بيستنزف الجيش الإسرائيلي. ولكن إسرائيل بيّنت أنه مستعدة تفتح الحروب وتستغل هذه الضعف الإيراني. ما الحديث هنا يكمن إلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تكمل في هذه الحروب؟ ابقيا معي ضيفي الكريمين، سنكمل في أخبار الجبهة اليمنية والتهديدات الحوثية. فمع استمرار هذه التهديدات الحوثية لحركة الملاحة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت غارة جوية دمرت خلالها صاروخا حوثيا مضادا للسفن كان مصوبا باتجاه خليج عدن ومعدا للإطلاق. وذكرت القوات الأمريكية أن الصاروخ يمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في هذه المنطقة، وأكدت أنه تم تدمير الصاروخ دفاعا عن النفس. اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإيرياني الحوثيين بمحاولة استغلال التعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين للتصعيد العسكري في اليمن. وأشار الوزير عبر حسابه في منصة إكس إلى عمليات حوثية متواصلة لحشد المقاتلين والعتاد في مختلف الجبهات، كما حذر الإيرياني من التصعيد العسكري الخطير للحوثيين الذي ينذر بنسف جهود التهدئة وانزلاق الأوضاع مجددا نحو الحرب. على ما يبدو يعني الدكتور حسن، أعود إليك بداية في هذا النقاش، بأن يعني أمريكا مثلا غير متعاطية جدا ب يعني ردع الحوثيين كما يجب يعني وفقا لبعض المراقبين، وكأنها تدير الأزمة لا تحلها من جذورها. إلى أي مدى هذا الرأي صحيح؟ هذا الرأي هو الصحيح. الولايات المتحدة تنظر لقضية الحوثيين على ضوء تأثيرهم على الاقتصاد العالمي والأعمال التخريبية التي يقومون به في داخل البحر الأحمر، ولكن أن تريد خلق توازنات عميقة في المنطقة وخاصة في اليمن، هذا ليس من شأن الولايات المتحدة، وتستبعد تماما عن هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع لديه أولا تداعيات خاصة على وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأيضا لديه تداعيات كبيرة على الداخل الأمريكي وتأثيره الاقتصادي والسياسي وغيره. ولذلك الولايات المتحدة لا تريد تدخل في مستنقع اليمني كما دخلت دول أخرى سابقا ورأت النتائج كيف ستكون. الولايات المتحدة لا تريد الحصول على هذه النتائج، ولكن الأهم من ذلك يجب أن ننظر إلى هذا
هذه الأذرع الإيرانية هي موجودة من أجل خلق توازنات في داخل البلدان التي تتواجد فيها، وليس من أجل خلق توازنات أمام أمريكا أو أمام إسرائيل. لكن التجارة العالمية دكتور حسن متأثرة جدا، تقارير عدة تحدثت عن خسائر، وخسائر ستزداد يوما بعد آخر، وتأثير أيضا على سلاسل الإمداد الغذائي العالمي. يعني حساب الإيرانيين كان لفترة قصيرة، ودخول هذا المتغير لزمن محدود من أجل الحصول على المساومة مع الولايات المتحدة، هذا ما كان يهدف له النظام الإيراني. ولكن الآن الموضوع تغير، الولايات المتحدة الآن تضرب في القوات الحوثية، والولايات المتحدة لا تريد تدخل في مساومة وفقا إلى المطالب الإيرانية، ولكن النظام الإيراني يصر على أهدافه في داخل اليمن. مثلا في الأسبوع الماضي رأيتم أن الحوثيين هاجموا 3 مرات محافظة شبوة من طريق البيضاء، ولذلك هم يريدون خلق توازن جديد في اليمن تحت تغطية دعم فلسطين وغزة. نعم. ومشابه بذلك. ولكن الولايات المتحدة أولا تقف أمام أي تأثير لهم لموضوع التجارة العالمية، وثانيا لا تريد تدخل في النزاعات الداخلية. أستاذ حنين، كل التصريحات التي تصدر عن بعض أو أذرع إيران وبعض المراقبين يقولون بأنه لو أنهت الولايات المتحدة الحرب في غزة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، هل هذا صحيح؟ هل هذا فعلا تحليل منطقي؟ يعني واضح أنه إيران عم تستغل الحرب في غزة لترجع تثبت نفوذها في المنطقة، اللي هي مثل ما كنا عم نقول قبل أنه ضعف، أو حتى النفوذ ما عاد له تأثير على المجتمع الدولي. فإيران بالعكس، يعني إيران بعتقد هي استغلت الموضوع في حرب غزة لترجع تفرض وجودها وتقول للغرب أنه نحن بعدنا موجودين على الطاولة. بعتقد المشكلة اليوم يعني أنه إذا أمريكا نهيت الحرب غزة. أولا أمريكا ما بدها تنهي الحرب بغزة، والحرب بغزة إلى أهداف معينة، أمريكا بدها تسرع الحرب بغزة. ولكن لا، خلينا نقول أنه حرب غزة ما صارت أبدا، يعني أذرع إيران بعدها موجودة، وأذرع إيران عم تشكل تهديد مستمر لكل المصالح الأمريكية في المنطقة. يعني إذا كان مش اليوم حتتحرك هيدي الأذرع ضد أمريكا، بده يجي وقت تاني. يعني بحس يعني بمحل ما أمريكا دايما كانت محكومة بهيدي الأذرع، لا طالما مصالحها موجودة بالمنطقة، يا بدها تواجه هيدا التهديد اليوم لأنه اليوم في فرصة لتواجه هيدا التهديد، أو بدها تطلع من المنطقة. صار واضح أنه مستحيل أمريكا اليوم تقرر تطلع من المنطقة بظل الخطر اللي عم بيشكل على حلفائها اليوم وعلى الاقتصاد العالمي. فالظاهر أنه الخيار هو أنه المواجهة، وعم نشوفه مع الحوثيين. ولكن حتى لو أمريكا بدها تنهي الحرب بغزة، وحتى لو قدرت تنهي الحرب بغزة، تهديد هذه الأذرع على مصالحها حيضل مستمر، بيطلع وبينزل، بيتحرك أو بيجمد، بده يضل موجود، وعطول هو هاجس لأي إدارة أمريكية بدها تجي. فمش مضبوط هذا الحكي، الحكي هذا هو الإيراني منشان بس يقولوا أنه نحن موجودين ونحن فينا نحرك ونوقف وقت البدنة، ومعناتها هذا الشيء هن عم بيقولوا للمجتمع الدولي أنه نحن مسؤولين عن هذا الأزرع. فبالنهاية أي شيء بيصير نحن هذه مسؤوليتنا، ونحن منحركهم ونحن منوقفهم. معناتها السبب الأساسي، المصدر الأساسي لهذا الخطر هو إيران، وشوي شوي عم يبين اليوم التوجه أنه الاغتيالات عم بتطال، مسؤولين وقادة إيرانيين، حرس ثوري بسوريا، ومش بس حزب الله والحوثيين. يعني بلش يبين اليوم أنه التوجه عم بيكون للمصدر لإيران. السؤال أنت أمريكا حتاخذ هيدا القرار، بعد لهيدا القرار أخذته إسرائيل بس ما أخذته أمريكا، ما منعرف أمتى بتغير هيدا الشيء. جزيل الشكر لك يا الأستاذة حنين غدار، كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وأيضا كنت معنا من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حسن هاشميان. شكرا لكما جزيل الشكر، ولضيوفي الذين كانوا معنا منذ بداية هذه التغطية، وأتمنى أن الوقت كان عادلا إلى حد ما. كل الشكر لكما، إلى اللقاء.
الحدث دائما تابعوها على منصات التواصل الاجتماعي وزوروا الحدث .net للمزيد من الأخبار. دقائق قليلة وأعود وألقاكم في الساعة الثانية من بانوراما الحدث. الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم ونسأل ونبحث ونتحرى لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. ليلة ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثاً عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأضياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص. وأناسا بلا عناوين. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة. كأنه المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع. الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ you
خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداث صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. ضربة إسرائيلية تستهدف مواقع لأذرع إيران في قلب دمشق والضاحية، وطهران تتوعد بالرد. إصابة أمريكيين في هجوم استهدف قاعدة عين الأسد بأكثر من 20 صاروخا، وبغداد مصممة على إنهاء الوجود الأجنبي. ضربة أمريكية جديدة تستهدف صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت معدة لاستهداف خليج عدن. السلطة الفلسطينية تدعو واشنطن للاعتراف بدولة فلسطين، ونتنياهو يرفض رؤية بايدن لحل الدولتين. السودان يعلن رسميا تجميد عضويته في منظمة الإيجاد ويتهمها بتهميشه وتعدي صلاحياتها. مرحبا بكم مجددا إلى الساعة الثانية من بانوراما الحدث. الانقسام الأمريكي والإسرائيلي حول مستقبل الأراضي الفلسطينية مستمر، فبعد الحديث حول المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن والتي أكد خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم استبعاده قيام دولة فلسطينية، ورد مكتبه بأن إسرائيل متشبثة بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، استنكرت الخارجية الفلسطينية التصريحات الآتية من تل أبيب، ودعت واشنطن للاعتراف بدولة فلسطينية وليس حل الدولتين. في المقابل تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد بأنه لن يتنازل عن السيطرة الكاملة على منطقة غرب نهر الأردن، وهذا ما يتعارض مع قيام دولة فلسطينية وفقا لنتنياهو. تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه أتت بعد كم هائل من الانتقادات التي وجهت إلى حزبه واليمين عقب تقرير لCNN أشارت فيه إلى أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بايدن بأنه لا يستبعد قيام دولة فلسطينية. من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته يجب أن يعترف به الجميع، محذرا من إطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى. رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولة هو أمر غير مقبول، وهذا من شأنه أن يطيل أمد الصراع إلى أجل غير مسمى، والذي أصبح يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين. يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته. اتفق في الماضي واختلف في الحاضر حول المستقبل، الكلام هنا عن بايدن ونتنياهو. الجدل حول مآل الدولة الفلسطينية أظهر انقساماً أمريكياً إسرائيلياً وتضارباً في التصريحات، فواشنطن تؤكد في كل مرة وحين ضرورة قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. ما زال الرئيس يؤمن بأفق حل الدولتين وإمكانيته، هو يدرك أن الأمر سيتطلب الكثير من العمل الشاق. شبكة CNN كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي أنه لا يستبعد إمكانية قيام دولة فلسطينية.
مكتب نتنياهو لم يتأخر ورد على ما نشر حول المحادثة، فرئيس الوزراء كرر موقفه الثابت وهو ضرورة سيطرة إسرائيل على القطاع بشكل كامل بعد القضاء على حماس، يقول مكتب نتنياهو. الكلام هذا أغضب السلطة الفلسطينية التي أصدرت خارجيتها بياناً وصفت فيه رفض نتنياهو للدولة الفلسطينية بأنه تحد سافر لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. تعقيب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تكرار لمواقف نتنياهو المعادية للسلام والرافضة لمبدأ حل الدولتين والمنكرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. من جانبها رفضت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية ووصفتها بالوهم. الانقسام مستمر حول مستقبل الأراضي الفلسطينية، فإسرائيل وحماس ضد ما تم تسريبه وإعلانه من البيت الأبيض بشأن الدولة الفلسطينية، على عكس موقف السلطة الثابت بحل الدولتين. بلال البجديني، الحدث. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر، ومن عمان أستاذ العلاقات الدولية وفضل النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، ومن رام الله الكاتب السياسي خليل شاهين. مرحبا بكم ضيوفي الكرام على شاشة الحدث. أبدأ من واشنطن مع الأستاذ ديفيد، مرحبا بك. ما الذي يمكن أن نفهمه من تصريحات نتنياهو الأخيرة والتي ينافي فيها ما قيل وما سرب من مكالمته مع بايدن؟ أسعدتم صباحا وأحيي ضيوفك الكرام. أنه يقود حكومة يمين متطرف، وبعد المجزرة الدموية التي حصلت في 7 أكتوبر، حكومته وربما أي حكومة إسرائيلية حاليا لن تكون متلهفة لاحتمال المضي قدما بحل الدولتين، خاصة مع بقاء حماس وتوليه لإدارة غزة. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة وإدارة بايدن ولأي إدارة أمريكية، أعتقد بأن الموقف المعارضة لأي احتمال مستقبلي دولة فلسطينية هذا فيه إشكالات كثيرة. هنالك تفهم لصعوبات نتنياهو السياسية حاليا، ولكن مع ذلك سوف تستمر هذه المسألة بأن تكون مصدر إزعاج لواشنطن، خاصة مع هذه الحكومة اليمينية الحالية. نعم، أذهب إلى أستاذ خليل شاهين. كيف تقرأ يعني هذا التصرف الذي قام به نتنياهو؟ يعني عمليا نتنياهو قام بخطوة يعني من خلالها يقول بأن الرئيس بايدن يكذب، بأنه لم يقل الحقيقة، وحاول أن يوضح يعني موقفه، رغم الاعتقاد السائد بأن نتنياهو فعلا حاول أن يقنع بايدن بأنه مع نمط ما من أنماط الدولة يعني الفلسطينية التي تكون فيها دولة بلا سيادة وبلا حدود يعني واضحة على خطوط عام 1967 وبدون القدس، مع بقاء الاستيطان والسيطرة الأمنية الإسرائيلية التي تعني في واقع الحال استمرار السيطرة الإسرائيلية على كل شيء، على المعابر وعلى الحدود وكذلك على الموارد الطبيعية التي تعتبر ضرورة لأي عملية تنموية. وبهذا المعنى فنحن لا نتحدث عن دولة، نحن نتحدث عن بنتوستنات ترسخ نظام الفصل العنصري الذي كرسته إسرائيل طيلة السنوات الماضية من عمر هذا الاحتلال
يعني في الضفة الغربية، والأمر ذاته ينطبق على الضفة الغربية، على قطاع غزة الذي تريد إسرائيل أن يكون فيه إدارة مدنية انتقالية ربما منعزلة تماما عن السلطة الفلسطينية يعني في الضفة الغربية. لكن الملفت هو أن نتنياهو قام بهذه الخطوة قبل انتهاء يوم السبت، وبعد انتهاء يوم السبت وبإصدار هذا التوضيح من نتنياهو الموجه بشكل أساسي إلى ائتلافه الحاكم وكذلك إلى الجمهور الذي يعتبر النواة الصلبة المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي التي جاءت بهذه الحكومة المتطرفة إلى الحكم، يعني بمجرد يعني إصدار هذا التوضيح يعني حدثت ما يشبه حالة الانفجار على الفضائيات وعلى القنوات الإسرائيلية المختلفة التي دخلت في حالة من الجدل حول هذا الأمر. مفيد أيضا الإشارة هنا إلى أن الأجواء العامة في إسرائيل والرأي العام ليس منشغلا بهذه القضية، الكل يركز على قضية الحرب في قطاع غزة، على قضية تبادل الأسرى، الاحتجاجات التي تجري بالآلاف يعني في تل أبيب وفي قصرية وفي مناطق أخرى في إسرائيل من قبل أهالي الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة. وهذا الأمر مرده لأنه لا يوجد في إسرائيل عمليا من يؤيد حل الدولتين الذي يمكن أن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ربما باستثناء حزب صغير وهو حزب يعني ميرس الذي أصبح على هامش السياسة الإسرائيلية، وربما لا يشكل شيئا يعني كما ذكرت على هامش يعني السياسة الإسرائيلية. دكتور حسن أرحب بك مجددا، هل فعلا يعني بايدن كما ذكر الأستاذ خليل يكذب، أم أن أصبحت إسرائيل تفرض صوتها بقوة لم نعهدها بالسابق على الإدارة الأمريكية؟ صباح الخير لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. هي المسألة مش مسألة كذب، أعتقد أن هذا هو الموقف الغير متغير لنتنياهو من عام 1996 إلى وقت الحاضر. كلنا يعلم عند ظهور نتنياهو كزعامة ثم استلم رئيس وزراء، هو أصلا جاء على خلفية ضرورة أن يتم كبح جباح العملية السلمية اللي في تلك الفترة إلى حد ما رفعت التوقعات باتجاه حل تاريخي ودولة فلسطينية، فهو جاء على تقليل التوقعات وتخفيض سقف التوقعات الفلسطينية. وشفنا ومنذ تلك الفترة إلى غاية الآن وهو في نمط سلوكي متزن عندما يتعلق الأمر بالدولة الفلسطينية. وأعتقد أنه إذا كانت المسألة مسألة أنه كذب أو مسألة أن إسرائيل هي من تتحكم بتقدير الشخص، شفنا أداء نتنياهو في إبان فترة أوباما مثلا في تلك الفترة، بالعكس يمكن وصل حالة الخلاف حالة كبيرة بين أوباما وبين نتنياهو، بغض النظر عندما فرضت أيضا مسألة المفاوضات وبنهاية المطاف فشلت بهذا الجانب. أنا بتقدير الشخصي نتنياهو يرسل رسائل مختلفة، رسائل الولايات المتحدة الأمريكية يمكن في الفترة الأخيرة نتيجة للضغوط يعني إلى حد ما وبسياق غير واضح قد يكون أعطى كنوع من يعني نوع من الخدمة لبايدن وتحدث في سياق جزئي إيجابي عن حل الدولتين، وبنفس الوقت يرسل رسائل إلى ما هو أهم بالنسبة له وهو تحالفه. الكل يعلم بأن نتنياهو الآن باقي في السلطة بفضل هذا التحالف اللي حاصل مع القوى اليمينية المتطرفة. أضف إلى ذلك وكما أشار كل من ضيفيك الكريمين، يعني هل السؤال المركزي الآن يعني بالمناسبة حتى لو أرادت إسرائيل وتواجهت عن حل الدولتين، هل هي الآن الأولوية المرحلة مسألة حل الدولتين، أم أن المرحلة تتطلب الحالية الآن خلق ظروف تهيئ الظروف نقطة ارتكاز نقطة بداية من أجل الشروع في حل الدولتين أو حل دولة فلسطينية؟ والكل يعلم بأن مسألة حل الدولة حتى لو كان في ظروف لن تكون بيوم وليلة بهذا الجانب، فلذلك هنالك أمور هي من الأولوية بمكان إذا ما تم التفاهم عليها، إذا ما تم ترتيبها قد تمهد للمرحلة اللاحقة اللي فيها مسألة الدولة، وبعدها طبيعي بدهم يدخلوا في تفصيلات ما هي. هو اللافت ما ذكرته طبعا دكتور حسن، يعني بايدن هو الذي يعني اقترح والإدارة الأمريكية كل همها الآن على ما يبدو وفقا للتقارير والمراقبين بأنها هي تريد حل الدولتين وحل هذه القضية. الأوروبيون أيضا سيطرحون خطة خلال أيام قليلة
أيضا لإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين. أسأل السيد ديفيد، سيد ديفيد، لماذا كل هذا التمسك الأمريكي الآن والأولوية بحل الدولتين، والأولوية كما قال ضيفان الكريمين بأن هنالك يجب وقف لإطلاق النار أولا؟ أعتقد بأن أمريكا تريد أن يكون هنالك أفق سياسي لما سيحصل ما بعد القتال وانتهاء القتال. المبدأ الجوهري لهذه الإدارة والذي تمسكت به منذ اليوم الأول هو أن حماس لا يمكن أن تستمر بحكم غزة، ولا ما يسموه بالوضع العودة إلى الوضع الراهن ما قبل 7 من أكتوبر. بلا شك هذا سيطلب المزيد من الوقت قبل أن يحل أو يحصل وقف إطلاق النار إذا ما كانت هناك عودة إلى ذلك الوضع. وكما شاهدنا في 7 من أكتوبر هي مسألة وجودية بالنسبة لإسرائيل. لذلك فبينما تريد أمريكا أن تنتهي الحرب وتقلل من الضحايا بين المدنيين وكذلك تقليل القصف الجوي والمزيد من العمليات الدقيقة والعمليات البرية، فهم يدركون بأن هذه الحرب سوف تستمر لفترة طويلة، ولكن مع ذلك يريدون أفقا، شيء نستطيع أن نتحدث عن المستقبل القادم. وهذا وكما أشرتم هو الفارق الأساسي أو الجوهري بين الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية الحالية التي لا تريد أن تتحدث حول ما يحصل ما بعد الحرب ولا حتى مناقشة ما هو واقعي، أقصد سيناريو واقعي ما بعد الحرب. أعتقد بهذه وجهة نظر مختلفتان. لا يمكن التوصل لوقف إطلاق نار إلى ما يتم تحقيق هدف على الأرض، وإذا ما انتهت الحرب اليوم بوقف إطلاق نار فحماس سوف تستعيد السلطة وسيكون هنالك استئناف للقتال بعد فترة وجيزة، ولا أحد يريد ذلك، وخاصة بعد المعاناة المريعة في غزة الآن. فالولايات المتحدة في موقف صعب، ولكنهم يريدون أن يتطلعوا إلى المستقبل، والمستقبل لا يبدأ بوقف إطلاق النار بل يبدأ بنهاية حكم حماس على غزة، وبعد ذلك نتحدث عما هو تالي. وبالنسبة لأمريكا هي عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة كما حصل في عام 2005. أستاذ خليل، ما رأيك بالطرح الذي قاله الأستاذ ديفيد، الطرح الأخير؟ يعني أنا برأيي أن ما يحدث في الولايات المتحدة أن هناك حالة من الجدل والنقاش بدأتها مراكز تفكير استراتيجي مثل يعني معهد واشنطن بشأن اليوم التالي يعني لانتهاء الحرب، وخاصة فيما يتعلق بالإدارة الانتقالية في قطاع غزة. نذكر جميعا يعني الورقة التي كان يعني أعدها دينيس روس وماكوفسكي وآخرين، يعني أيضا وهم سارعوا أيضا بوضع مزيد من يعني الأفكار المتعلقة بذلك. ولكن أحدث شيء كان يعني بريت ماكورجي المستشار في البيت الأبيض الذي طرح يعني 90 خطة 90 يوم يعني، والتي لم تحظى على ما يبدو أيضا بتأييد من قبل يعني مستشارين يعني في داخل البيت الأبيض، بل أن هناك بعضهم دون الإفصاح عن هويتهم ذهبوا إلى انتقادها في وسائل الإعلام واعتبروها خطة غير واقعية لأنها تحاول أن تدفع باتجاه يعني ترويج لإسرائيل في المنطقة عملية تطبيع، ولكن مع تهميش حل القضية الفلسطينية واعتبارها يعني قضية يمكن أن تحل لاحقا. لذلك ثمة اعتقاد يعني متزايد يعني في أوساط الأوساط الديمقراطيين في الولايات المتحدة وكذلك أعضاء مجلس شيوخ بارزين، إضافة إلى يعني ما ذكرته قبل قليل عن استعدادات في ليوم الاثنين القادم بمناقشة خطة يطرحها بوريل مفوض السياسة الخارجية على الاتحاد الأوروبي من 10 نقاط، كلها تؤكد على أن التجربة السابقة بما في ذلك ما حدث في 7 من أكتوبر تؤكد على أن معالجة جذور الصراع تبقى القضية الأهم، بمعنى أنه لا يمكن القفز إلى عمليات للتطبيع على مستوى المنطقة دون معالجة القضية الأساسية المتمثلة يعني في الصراع الفلسطيني يعني الإسرائيلي الذي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار كما نرى حاليا ليس فقط في الأراضي الفلسطينية صحيح. المحتلة وقطاع غزة بل من ضمن على يبدو الحلول. اسمح لي على المقاطعة أستاذ خليل، الرئاسة الفلسطينية تقول ردا على ما يعني قاله مكتب نتنياهو ندعو أمريكا للاعتراف بدولتنا وليس حل الدولتين. دكتور حسن،
كيف تعلق على هذا الأمر؟ وهل هذا ممكن أصلا؟ يعني هي يعني هو السلطة الوطنية الفلسطينية بالمناسبة مسألة الاعتراف مطروحة من عام 2011، كلنا رأينا أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقدمت إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعارض. قطعا إذا الولايات المتحدة الأمريكية والعالم اعترف بدولة فلسطينية بهذا الجانب، هو من الأهمية بمكان بهذا الأمر. لكن الإشكالية هو أنا بتقدير الشخصي المهم هو مسألة إسرائيل، أن تقوم إسرائيل أيضا بالتفاوض والتوصل مع الفلسطينيين بهذا المعنى. الاعتراف العالم بدولة فلسطينية معناته على العالم أن يفرض حل الدولتين بهذا الجانب، ولا أعتقد أن العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية سيفرض على إسرائيل حل الدولتين بهذا الأمر. لذلك الإدارة الأمريكية بتتحدث عن المنهجية، يعني إلى منهجيات الخاصة. المنهجية الخاصة بمعنى أنه يصير في توافق على دولة فلسطينية. هل يوم يصير في توافق على دولة فلسطينية قطعا هذا من خلال حوار بين الأطراف المعنية، وقد تكون بما فيها حماس بالمناسبة، وبالتالي التوافق عليها سوف ينضج شروط وقف اطلاق النار بهذا المعنى. لأنه إذا صارت في توافق على دولة فلسطينية وعلى كل هذه الجوانب وعلى الفكرة، يعني بدها تكون ضمن خارطة الطريق بتدخل فيها عملية التفصيلات، وبالتالي قد تؤدي إلى وضع لشروط لوقف إطلاق النار واللي ممكن حماس تدخل فيها. يعني هو الأمريكان عندما يتحدثوا عن دولة فلسطينية لا يتحدثوا عن دولة فلسطينية بوجود حماس بصيغتها الحالية بهذا الجانب. فبتقدير الشخصي يعني كلا المنهجيتين عندها إشكالية، منهجية من يتحدث عن وقف إطلاق النار فقط وقف إطلاق النار، ومنهجية أيضا مسألة حل الدولتين. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا حتى الأطراف الإقليمية تعتقد أن هنالك في فرصة جاذبة فتحها هذا التصعيد، وأن العالم الآن أيضا كما أشرت أنت يعني أن العالم الآن بجله أصبح على قناعة بأنه لابد من أن يكون هنالك دولة فلسطينية بهذا الأمر، وبالتالي استغلال ما يتم. لكن أيضا قد يكون هنالك يقول قائل بأن نتنياهو وفريقه قد يناورا طيلة هذه الفترة بمراهنة على الانتخابات، وإذا ما مثلا خسر الديمقراطيين وخسر بايدن أو جاء ترامب عندها سوف تكون الأمور مختلفة بهذا الجانب. قطعا هنا ما لم يحصل تحولات داخل السياسة الإسرائيلية، حتى أنا بتقدير الشخصي حتى يكون في عملية سياسية ذات معنى يجب أن يكون هنالك تحول جوهري في السياسة الداخلية الإسرائيلية لتصبح مسألة السلام مع الفلسطينيين أولوية، وأن يكون هنالك نظام سياسي فلسطيني فعال أقلها يتوافق على حل يلبي أقلها معظم طموحات الفلسطينيين في هذا الأمر. ما دون ذلك حقيقة تبقى جهود دولية وتبقى جهود إقليمية وتبقى جهود الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يكون هنالك أرضية إسرائيلية حقيقية لمسألة السلام. نعم أستاذ ديفيد، يعني حماس على ما يبدو في تصريحاتها وتصريحات الفلسطينيين متمسكة بالسلطة في غزة وستبقى في غزة، وحتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يحقق شيئا على الأرض وفقا للتقارير في الإنهاء على حماس. هنالك صفقة جديدة للتبادل الأسرى توافق عليها حماس، وتريد من ضمن هذه الصفقة أن تكون هناك ضمانات لكي تبقى بالسلطة. كيف تعلق على هذا الأمر؟ أعتقد أننا سنجد أنفسنا في نفس الموقف الذي نحن فيه اليوم إذا ما حصل ذلك. حماس لم تكن موقعة على اتفاق أوسلو ولم يوافقوا أبدا على حل الدولتين. نسمعهم يتحدثون عن تكرار أحداث 7 أكتوبر مرارا وتكرارا ويدعمون حل الدولة الواحدة، وأنا لا أقول أنه لا يوجد هناك في حكومة نتنياهو ممن لا يدعم حل الدولة الواحدة والحل الإسرائيلي، ولكن بلا شك حماس يؤمن بذلك. وإن كان هنالك أي أمل بحل توصل عبر التفاوض فلن يكون عبر حماس. أعرف بأن السياق السياسي الفلسطيني طالما تحدث عن الوحدة
أو الوحدة الفلسطينية والإصلاح بين الأطياف المختلفة، ويتحدثون عن ذلك منذ عدة عقود، ولكن هذا لم يتحقق أبدا. شهدنا حماس تهاجم بعنف تهاجم فتح في عام 2007. ذلك أعتقد بأن الفلسطينيين وكما سمعنا حول العالم العربي بحاجة إلى قيادة جديدة وقيادة قوية ونشطة وفعالة ومشحونة بالطاقة. وأعتقد بأنه سيكون هناك ضغط متزايد على حكومة إسرائيل للتفاوض مع هذه الحكومة الفلسطينية الجديدة. أما مع حماس فلا أرى حصول ذلك، وأعتقد بأن هذه خلطة المزيد من سفك الدماء. كان هناك وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل عام 2006، حزب الله بقي وأصبحوا حتى أكثر دموية، وحرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله احتمالاتها تتزايد، وهذه ستكون مكلفة جدا ليس فقط لإسرائيل بل حتى على لبنان، وهذا بسبب وقف إطلاق أو اتفاق إطلاق نار السيء في ذلك العام، ولا أحد يريد تكرار ذلك مع غزة، والفلسطينيين عانوا بما فيه الكفاية. شكرا لكم ضيوف الكرام على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر، ومن عمان كان معنا أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، ومن رام الله الكاتب السياسي الأستاذ خليل شاهين. كل الشكر لكم ضيوف الكرام على هذه الإيضاحات والمعلومات. في التطورات الميدانية بقطاع غزة، ألقت طائرات الجيش الإسرائيلي منشورات على منطقة رفح جنوب القطاع، تحث الفلسطينيين النازحين هناك على المساعدة في تحديد أماكن الأسرى الذين تحتجزهم حماس والفصائل الفلسطينية. في الموازاة دارت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من الفصائل حاولوا التصدي لدبابات كانت تحاول التقدم مجددا إلى الضواحي الشرقية لمنطقة جباليا شمال غزة، حيث بدأت إسرائيل سحب القوات والانتقال إلى عمليات أضيق نطاقا. هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية في غزة أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 165 شخصا وإصابة 280 خلال الساعة 24 الماضية. جماعة حذر، امسك عيني يا النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. السودان يعلن رسميا تجميد عضويته في منظمة الإيجاد ويتهمها بتهميشه وتعدي صلاحياتها. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك.
بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ أجدد الترحيب بكم إلى السودان هذه المرة، حيث أعلن بيان للخارجية أن الخرطوم اتخذت قرارا بتجميد عضويتها في منظمة إيجاد. وقال البيان إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بعث برسالة خطية إلى رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس الدولة الحالية لإيجاد يبلغ فيها قرار السودان، مضيفة أن القرار جاء نسبة لتجاهل المنظمة لقرار السودان وانتهاك سيادته من خلال عبارات حملها البيان الختامي لإيجاد. وأوضحت الخارجية أن خطاب رئيس مجلس السيادة أكد أن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من منظمة إيجاد في الشأن السوداني. لمناقشة التطورات في السودان معنا في الاستوديو الصحفي والكاتب السياسي السوداني الأستاذ عادل سيد أحمد، ومن نيويورك ينضم إلينا بكري الجاك عضو هيئة قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، أهلا بك أستاذ عادل معنا. يعني بداية نسأل، ما الذي يعني جعل البرهان يقدم على هذه الخطوة وتجميد العضوية عضوية السودان في الإيجاد؟ شكرا جزيلا، التحية لكل مشاهدي الحدث. أنا أعتقد أن هناك تخبطا بائنا من قائد الجيش، خاصة وأنه قبل نحو أسبوعين كان أن وافق على الاجتماع بحميتي وفق ما قدمته له الإيجاد من أطروحات ومبادرة للجمع بين الجنرالين، ولكن فيما يبدو أن قائد الجيش لم يكن أصلا جادا في مسألة الالتقاء بقائد الدعم السريع، وإنما كانت فكرة الاستجابة قبل أسابيع هي فكرة تكتيكية كان القرض منها للتأكد ما إذا كان قائد الدعم السريع حيا أو ميتا. ولكن حينما بان واستبان أن قائد الدعم السريع على قيد الحياة انقلبت الأمور رأسا على عقب. أنا أعتقد أن المشكلة الآن في الخرطوم، مش في الخرطوم، في بورت السودان، لأنه لا توجد حكومة في الخرطوم في واقع الأمر، هي أن العقلية السياسية التي تدير السودان الآن هي عقلية إخوانية، هي عقلية النظام السابق، هي التي ترسم سياسات المرحلة القادمة، خاصة وأن الطرفين المكون العسكري والمكون الإخواني. لكن البرهان نفى ذلك أكثر من مرة. من حقه أن ينفي، ولكن نحن نتحدث عن أدلة وعن واقع الأمر. الآن الخارجية السودانية مسيطر عليها تماما من قبل فلول النظام السابق. أنا أقول لك إن الذي يجمع
بين المكون العسكري بقيادة البرهان وفلول النظام السابق أن كليهما يخشى من الاتفاق الإطاري. هذا هو السبب الحقيقي للحرب. دعنا نشرك في هذه النقطة ضيفنا الأستاذ بكري. أستاذ بكري، ما رأيك بهذا الطرح بعد الترحيب بك مجددا؟ شكرا لك سيدي على الاستضافة، وتحية لك ولمشاهديك أينما كانوا، والتحية للأقعاد حول تعليقي. أعتقد طبعا هو ما ذهب إليه سليم، أن لا يوجد في الحقيقة ما يسمى بالمكون العسكري في هذه اللحظة. هنالك ما تبقى من الجيش السوداني وهو لم يعد حقيقة يدير لا معركة عسكرية ولا معركة سياسية. الخطورة في القرار الذي قام به البرهان الآن، وأعتقد ولا أعتقد أننا يمكن أن نقول أن البرهان هو صاحب هذا القرار، لأن ما كان يحدث منذ اندلاع هذه الحرب أن هنالك تقوم القوات المسلحة باتخاذ قرار فيما يتعلق بالاستجابة إلى جدة أو في الاستجابة للإيجاد، ويصدر بيان من الخارجية السودانية عادة ما يكون على النقيض من ما يحدث. من الواضح أن هنالك تضارب في القرارات، هنالك عدم وضوح في الرؤية سواء في العمل العسكري أو في العمل السياسي. وحقيقة لا أحد يعلم ماذا يريد البرهان، وماذا تريد المجموعة التي تسيطر على وزارة الخارجية. الكل يعلم أن وزارة الخارجية هي تكاد تكون هي الذراع الحركة الإسلامية في السودان الآن. في البدء كنا نعتقد أن هنالك صراع بين القيادة الجيش وبين الخارجية، لأن عادة ما يحدث أن البرهان يأخذ خطوة إيجابية تجاه التفاوض أو الحلول السياسية، وتقوم الخارجية باتخاذ مواقف متشددة تعود بنا للوراء. ولكن في هذه اللحظة أعتقد لا البرهان يعلم ماذا يريد، ولا الخارجية أو بسميها الحركة الإسلامية ماذا تريد. المخيف في هذا الأمر أن حياة السودانيين لا تعني لهم شيئا. هنالك فرصة مؤاتية للاستجابة إلى عملية وقف إطلاق النار ووقف العدائيات، وكنا نتمنى أن يكون هنالك خيار للخارجية حينما تقرر الخروج من الإيجاد. وفي تقدير هو خطأ استراتيجي وخطأ سياسي جسيم. حتى للذي يرغب في المناورة كان يمكن أن يبقى هذا الحبل ويستمر في المناورة، لكن التعنت وعدم طرح بدائل واضحة لكيفية الخروج من هذه الأزمة يؤكد أن ما يدور هو ليس حتى مخطط من خلفه تفكير أو أي شكل من أشكال التقدير السياسي، هو مجرد شكل من أشكال. أنا في تقديره هو حقيقي سلوك طفولي. لا يمكن أن يكون رد الدولة السودانية إذا كان بها أي حصيفة الآن. البعض يرى أستاذ بكري بأن ما حصل من تجميد لعضوية الإيجاد، هنالك رأي آخر يقول بأن هنالك انتصار دبلوماسي شكله حميتي مؤخرا من خلال جولاته وصولاته، وهو يرتدي البزة الرسمية ويلتقي الوزراء ورؤساء دول والمبعوثين الأمميين. أستاذ عادل، ما رأيك؟ وسأسمح لك بالإجابة أيضا على هذا السؤال أستاذ بكري. نعم، هذا التفكير تفكير غريب. قائد الجيش قبل نحو أسبوعين وافق على أن يلتقي بقائد الدعم السريع من خلال أطروحة الإيجاد. أنا في غاية الاندهاش، يعني قبل أسبوعين أنت كنت موافق، وإعلان جدة أيضا. نعم، وإعلان جدة كان موافق أن يلتقي بقائد الدعم السريع قبل أسبوعين. في ماذا كنت ستلتقيه؟ هل ستلتقيه في مناسبة اجتماعية؟ كنت ستلتقي به كي تتفاوضان وتتحاوران حول شأن الحرب والسلام في السودان. ما الذي جد في الأمر؟ أنا أعتقد أن الجديد في الأمر هو المفاجأة غير السارة لقائد الجيش وفلول النظام السابق أن قائد الدعم السريع على قيد الحياة. كان مبدأ القبول من جانب قائد الجيش ومن خلفه الفلول بالالتقاء بحميتي هو مناورة، لم يكن بالأمر الجاد. أنا أعتقد أنه الآن على قائد الجيش أن, 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 أن يلفظ الحاضنة السياسية التي تسيطر على العمل العام في السودان، والتي تخطط من أجل المستهدف ليس حميتي في حقيقة الأمر، يجب أن نكون واضحين في هذا الأمر. المستهدف هو المدنية، المستهدف هو الثورة السودانية. الذي جمع بين البرهان وبين الإخوان، أنا لا أعتقد أن البرهان من الممكن أن يكون منظما في حركة الإخوان المسلمين، ولكن الذي جمع البرهان مع الإخوان
كلاهما يخشى من الاتفاق الإطاري. البرهان والمكون العسكري يخشى من. ألم يكن البرهان أستاذ عادل واضحا وقال لحميتي التزم بإعلان مبادئ جدة، انسحب من البيوت، انسحب من المناطق التي سيطرت عليها كي نذهب ونتحاور، ألم يكن هذا الأمر واضحا وكافيا؟ هذا الأمر طبيعي ومنطقي، ولكن كان بالإمكان أن يتم تقديم هذا الطرح من خلال قمة الإيجاد. تعالي إلى الإيجاد أنت كقائد للجيش وأطرح كل السوالب التي وقعت من جانب الدعم السريع، سواء كان احتلال المنازل، سواء كان التجاوزات التي حدثت، وهذه أشياء واضحة. كان بالإمكان أن تأتي إلى مائدة للتفاوض وتقدم أمام قادة الإيجاد تقريرا شافيا وافيا حول تجاوزات الدعم السريع. ولذلك أنت أنا لا أرى أن هذا الانسحاب من الإيجاد مبرر. أنا أعتقد أن المجيء إلى الإيجاد كان بالإمكان أن يكون سانحة لقائد الجيش كي يعكس لقادة الإيجاد كل التجاوزات التي وقعت من جانب الدعم السريع. هي دعوة حميتي على ما يبدو وفقا للتحليلات والتقارير، هي دعوة حميتي إلى حضور اجتماع الإيجاد هي التي يعني أثارت نوعا من الجدل. أستاذ بكري، يعني فيما يتعلق بجولات حميتي في بعض الدول الإفريقية وحضوره الإيجاد أيضا وغيرها من اللقاءات، هل يرى أو ترى أنت أن حميتي بدأ يبحث عن مخرج لوضع شرعية ما على ما يقوم به في الأراضي السودانية، ووفقا للتقارير الأممية هنالك ارتكاب يعني انتهاكات عديدة يقوم بها الدعم السريع؟ دعني في الأول أن أجيب على الجزء الأول من السؤال. في تقديري أن ربما يكون الأخ عادل على صواب أن موافقة البرهان على المقابلة الفريق دقلو، وهذا ما أكده فخامة الرئيس عمر جالي في لقائنا به بعد عقب التوقيع على الإعلان الأديس، لا أعتقد أنه كان أمرا تكتيكيا. في ظني أن هنالك تخبط في القرار السياسي لدى، لا يمكن أن نسمي هذا الأمر حكومة في بورسودان، السلطة الأمر الواقع كما يتعامل معها العالم، بل يمكن أن نقول أن الموضوع الشرعية ظل محل تنازع. حينما وافق الفريق البرهان في قمة الإيجاد التي عقدت بجيبوتي وقال أنه على استعداد لمقابلة الفريق دقل وجها لوجه، كان هنالك تصور مش ليس حقيقة أن أنها تفوجئ بأن حميتي لم يكن ميتا، أعتقد من السذاجة للرجل في مستوى البرهان وبخبرته العسكرية أن يتلقى خبر من مات ومن قتل من مجرد شائعات على الفضاء الإلكتروني. أعتقد أن التعويل على فكرة أن خصمك قد مات كإستراتيجية عسكرية في حد ذاته يؤكد مدى تخبط هذه القوة التي تدير البلاد الآن. لا أعتقد أن الأمر هو مسألة فقط أنه فوجئ بحياة حميتي وأنه على قيد الحياة، ولكن المهم في هذا الأمر الآتي. في العرف الدبلوماسي يقال أن أي كرسي فارغ هو مدخل للخصم اللي يشغل هذا الكرسي. الأمر الشرعية في السودان أمر مازال محل حراك ومساءلة، كما تعلم سيدي أن حينما بدأت المفاوضات في جدة كان الإصرار من قبل الطرفين الوسيطين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أن يتم التفاوض بين القيادة الدعم السريع وبين قيادة الجيش. لم يكن هنالك حتى حينما حاولت السلطة الأمر الواقع في السودان إرسال بعض المفادين من الخارجية مثل مطرف صديق ليكون ممثل الخارجية، كان هنالك رفض من الوساطة أنه لا تمثيل للحكومة السودانية وإنما تمثيل لقيادة الجيش. وحينما ذهب البرهان إلى قمة الإيجاد وتم مخاطبته كرئيس مجلس السيادة اعترض. نحن نعلم واحدة من الأسباب التي عطلت اللقاء بين الفريق دقل والفريق البرهان أو ما أثمته حكومة جيبوتي كرئيسة للإيجاد في هذه الدورة أسباب فنية، كانت الأسباب الفنية هما سببين: احتجاج الخارجية السودانية على البيان الذي صدر من قمة الإيجاد، والسبب الآخر أن أيضا الفريق دقل كان قد علق على أن التعامل مع البرهان كرئيس مجلس السيادة يفتح باب
لتحديد من هو من هي القوى الشرعية. سنكمل هذا النقاش أستاذ بكري وأستاذ عادل. نقرأ هذا الخبر إذ ذكر تقرير للأمم المتحدة أن نحو 15,000 شخص قتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي على يد قوات الدعم السريع وبدوافع عرقية. وأضاف التقرير المقدم إلى مجلس الأمن أن المراقبين الأمميين حصلوا من مصادر مخابراتية على حصيلة القتلى في الجنينة وقارنوها مع تقديرات أممية تفيد بمقتل نحو 12,000 شخص في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع في أبريل الماضي. أستاذ عادل، يعني هذا يعني تقرير خطير وانتهاكات، قال حميتي أنه سيحاسب من يرتكبها، والواضح للآن أنه لم يحاسب وعلى ما يبدو لن يحاسب أحدا وفقا لبعض التحليلات. كيف تقرأ هذا الأمر؟ أنا أعتقد أنه يتوجب على قائد الدعم السريع أن يكون جادا وصادقا تجاه هذه الانتهاكات. لا أحد يستطيع أن يغالط، وقعت الكثير جدا من الانتهاكات على مستوى الخرطوم العاصمة وعلى مستوى دارفور وعلى مستوى ولاية الجزيرة. أنا أعتقد أن قائد الدعم السريع على المحك، يجب أن يقرن القول بالفعل. لذلك أي محاولة للالتفاف على هذا الجانب ستجعل من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وخلافه أن تخطو خطوة جادة في هذا الاتجاه. نحن الآن يا سيدي العزيز نقول بعبارة صريحة جدا إن الملف السوداني فيما يبدو بسبب هذه الانتهاكات وبسبب انسحاب قائد الجيش من الإيجاد وبسبب إعادة السودان إلى دائرة الحصار الدولي كما كان الحال في عهد النظام المخلوع، أنا أعتقد أن الملف سينتقل من الإيجاد إلى الاتحاد الأفريقي. وبحسب مصدر رفيع تحدثت معه اليوم في الاتحاد الأفريقي أنه سيتم تسليم خارطة الطريق غمة الإيجاد إلى طرف. لكن هناك بعض الأصوات تقول بأن الحل في السودان لن يكون إلا حلا سودانيا سودانيا. صحيح، كان 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 الأفضل من الأفضل أن يكون الحل سوداني، وأنا أعتقد أنه أتت سانحة وهي اتفاق تقدم مع الدعم السريع في مسألة إعلان المبادئ. إعلان المبادئ هو عبارة عن أطروحات لوقف الحرب تشبه كثيرا في مبادرة جدة، وتشبه أيضا خارطة الطريق الإيجاد. ولكن أنا أعتقد أن المكون العسكري ومن خلفه الحاضنة السياسية غير راغبين أصلا في أي شكل من أشكال الحلول، سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، مما ينذر بأن الملف ربما تشهد الأيام القادمة توجها أو تحريكا للملف من الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن. أستاذ بكري، هنالك بعض يعني البعض يقول بأنه لو كان بالإمكان لتقدم أو يعني كانت سعية بجدية أكثر للقاء البرهان قبل حميتي، مع أنه يعني رفض بالبداية، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم؟ سيد الفاضل، مسألة ربط مصير الحرب ومستقبلها في السودان بما تقوم به تقدم هو محض محاولة ذر الرماد على العيون. وكما تعلم أن المصيبة الأمر في السودان أن المدنيين أو تقدم هم لستوا من حملة السلاح وهم لستوا طرفا في الحرب. أقصد حل سياسي يعني. لا أتفق معك، بس دعني أقول أن ما يحدث في السودان الآن كلما ازدادت الحرب سعيرا نجد أن بقايا النظام توجه أسلحتها نحو المدنيين. دعني أقول لك تقدم تسغية القوى الديمقراطية للمدنية وبرئاسة الدكتور عبد الله حمدوك بعثت بخطاب إلى الفريق البرهان وطالبت منه اللقاء قبل أن تبعث بالخطاب إلى الفريق دقر. كان بإمكان الفريق البرهان مقابلة تقدم قبل أن يتم اللقاء بين تقدم والفريق دقر.
البرهان حتى بعد هذا اللقاء قبل يومين وافق على هذا اللقاء، ومن ثم أصدر بيانا مكتوبا حول اللقاء. وما دلنا نحن في قيادة تنسيقية القوات المواطنة المدنية التقدم برأس دكتور عبد الله حمدوك على استعداد بلقاء الفريق البرهان أينما كان وحينما يقول أنه على استعداد للقاء. نحن ما زلنا نعتقد أن هنالك فرصة لتحقيق السلام. هنالك طرف في هذه الحرب ممثل في قيادة قوات الدعم السريع التي أكدت أنها على استعداد لوقف كامل العدائيات من غير شروط. أعتقد هذه فرصة سانحة، وأعتقد من المهم شكراً سلطة الأمر الواقع أن 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 تأخذ طريق السلام، لأنه لا أعتقد أن هذه الحرب يمكن أن يكون فيها منتصر مهما طال أمدها. جزيل الشكر لك من نيويورك الأستاذ بكري الجاك، عضو هيئة قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، وكان معنا هنا بالأستوديو الأستاذ الصحفي والكاتب السوداني عادل سيد أحمد. شكرا لك أستاذ عادل على وجودك معنا، كل التحية لك، وشكرا لك أيضا مجددا أستاذ بكري. في مصر قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية عمر السمدوني إن أزمة البحر الأحمر بدأت في تعطيل حركة سلاسل الإمداد العالمية بشكل عام، وتحديدا الشحنات الغذائية التي تصل إلى المستهلك في جميع أنحاء العالم. وحذر السمدوني في بيان من أن استمرار التوترات في البحر الأحمر لمدة أطول سيؤدي إلى خلل كبير في حركة سلاسل الإمداد العالمية، وأضاف أن التوترات التي تشهدها منطقة باب المندب في البحر الأحمر كان لها تأثير سلبي على حركة مرور السفن في قناة السويس، حيث انخفضت حركة المرور في القناة بنسبة 30% تقريبا، كما انخفضت الإيرادات الدولارية بنحو 40%. تراجع حجم شحنات المر بقناة السويس إلى خلال الفترة ما بين 19 نوفمبر وحتى 14 يناير الجاري بنحو 11% إلى 242 مليون طن من 273 مليون طن في الفترة نفسها قبل عام. إلى ليبيا هذه المرة، بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون سبل حماية مرافق القطاع في ظل مواصلة محتجين التمسك بتعطيل حقل الشرار النفطي في جنوب ليبيا. وبحث الوزير مع رئيس جهاز الأمن الداخلي سبل تحقيق حماية ثروة الليبيين بالإضافة إلى تعزيز إنقاذ القوانين والتشريعات الليبية. ويغلق محتجون حقل الشرار النفطي منذ بداية الشهر الجاري اعتراضا على انقطاع المحروقات عن مناطقهم وضعف الخدمات الحكومية، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة. فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة نتيجة لإغلاقه من قبل محتجين. قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن تونس بحاجة إلى تضامن حقيقي لتجنب الهزات الاقتصادية والاجتماعية. وقال الطبوبي إن الاتحاد لا يريد أن تنزلق البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، ويريد التعايش مع بعضه البعض في ظل تنوع الأفكار، وطالب بحماية القدرة الشرائية للعمال والموظفين في ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، مؤكدا أهمية إجراء حوار حقيقي وعمل مشترك للوصول إلى نتائج. وجدد أيضا رفضه لتكميم الأفواه والرفض المطلق لاستهداف الحقوق والحريات، وأكد أيضا رفضه لما وصفه المحاكمات الكيدية التي طالت نقابيين وإعلاميين وبعض السياسيين، والمطالبة بقضاء مستقل وعادل. روت أرملة رجل الأعمال العراقي بشور ديزاي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مقتله جراء الهجمات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل. نقول لكم أن تتابعوا منصاتنا وتتابعوا أيضا الحدث دوت نت والتفاعل مع الأخبار التي تنشر على موقعنا الإلكتروني والتقارير الخاصة دائما. هذه أجمل تحية مني أنا بصير شتية، إلى اللقاء.